جميل جدا ان انت تتكلم عن بكره، بس الاجمل ان انت تشوف بكره بيغير الناس ازاي، بيغير طباعهم ازاي. ضيفي في الفقره دي مختلف، انسان اعتدنا لما نشوفه كلنا نبتسم كلنا نضحك، انسان غاب عننا فتره كده وفجاه عاد مره اخرى عشان يحط ابتسامه على وشنا كلنا، بس ابتسامه مختلفه مش بيضحكنا، ده حاطط ابتسامه امل، عطانا نظرة جديدة، بعد جديد من عينيه في مكان محدش فينا كان يتخيل ان انا هروح بقى واقعد مع الناس بتوعه واقابلهم، ابن بلد جدا وابن المجتمع المصري جدا وصاحب فكرة بسيطة جدا جدا. واحنا كنا فين وبقينا فين، منين لفين؟ اسمحوا لي ارحب بالصديق العزيز الغالي الفنان الكبير محمود عزب. حبيبي حبيبي فنان كبير ولا حاجة، يعني أنا سعيد أولا أنا معاك، بس مش فنان كبير ولا حاجة، أنا يعني الحمد لله بتمتع بإن الناس بتحبني وأنا بحب الناس، ده شيء ده دي كيمياء بينك وبين الناس كلها، وعايز أضحكهم خد بالك. آه بس هنا الموضوع مختلف تماما. منين لفين برنامج فكرت فيه والموضوع مختلف، بس أنت برضو مش ضحكتنا، خليتنا نبتسم، اديتنا أمل كده، حاجة مختلفة جدا عن محمود. يعني أنا هقول لك عن محمود لأن أنا إيه، أنا وأنت حبايب. طبعا أصحاب وأخواته. حاجة مختلفة، طعم مختلف، خرجت بره الأسوار وقعدت مع الناس وقعدت معاهم على الأرض وقابلتهم، احكي لي الفكرة جت لك إزاي وسمعنا الأسمرات وقابلت إيه، احكي لي الحدوتة كلها. أنا عموما يعني إيه في حياتي متعود ان انا اغيب شويه عن الناس، مثلا بدايتي حفلات اضواء المدينه، تلفزيون ابيض واسود، قناتين كده يعني، طلعت الفضائيات فاستنيت شويه لغايه ما ابتدي اشرب من الحكايه، وعملت برنامج اسمه كوميك شو، وبعد كوميك شو عملت حكومه شو كان موضوع، ورحت منطقه تانية خالص يعني. كوميك شو طبعا كنت منطقة فن وفنانين وشخصيات عامة، حكومة شو بقى بقيت وزراء وحاجات كده يعني، واتمنع عرضه وبعدين الحمد لله اتعرض، وبعدين قلة مندسة كان بيحاكي الثورة 2011، بعد كده عملت الوش التاني كان الإخوان، بعد كده لقيت نفسي داخل في منطقة الناس عايزيني انتقد كل الأشياء يعني. بعد قلة مندسة عملت الوش التاني الإخوان في زمن الإخوان، توقفت بقى بعد كده لأسباب. إيه الأسباب؟ إن ممكن أنا أنتقد شيء فالإخوة البعدة يفسروا ده تفسير غلط، فقلت أنا لازم أبعد عن المنطقة دي يعني دلوقتي في المرحلة اللي احنا فيها. فمرة قلت مش عارف الدنيا غالية بس في أمل في الحياة والبلد بقت كويسة، وراحوا واخدين كلمة إيه الدنيا غالية وراحوا منزلينها وعزب بيقول، فلقيت نفسي لا مش هقدم برامج بالشكل ده يعني. لغاية ما في يوم من الأيام أحد الأصدقاء اسمه وليد قال لي تعالى نشرب قهوة مع ابن عمي رئيس حي الأسمرات، فرحت حي الأسمرات، طبعا أنا بشوفه في التلفزيون، عبارة عن يعتبر ماكيت كده يعني، ومساكن فاضية، مفيش غسيل، مفيش ناس عايشة يعني، الموضوع مصمت. أما رحت حي الأسمرات ورحت شربت قهوة مع الراجل، فبدأت ناس تدخل لرئيس الحي ويتكلموا معاه في طلبات، اللي جوزها ما بيشتغلش، اللي مشغلينه سواق في أسانسير، واحد بيشتغل أسانسير، نظافة، الناس اللي في الأسمرات هي اللي بتشتغل في الأسمرات. ولقيت أطفال دخلت مع أبائهم يعني الرئيس الحي، شفت الولاد شكلهم حلو جدا يعني حاجة جميلة يعني، فجتني فكرة، أولا هل مصر ولادة؟ يعني تحت أي ظروف، تحت أي تحت ظروف عشوائية يعني، تحت الظروف العشوائية فيهم مواهب، ده رقم واحد. رقم اتنين حبيت اقول ان المساله مش المساكن البديله، لا الانسان البديل. فقلت اجيب اولاد من يكون اعمارهم من 10 ل 15 سنه يعني، ده تفكيري يعني. ليه؟ علشان يبقوا فاكرين هم كانوا ساكنين فين
ودلوقتي هم ازاي، فهم اكتر ناس ممكن يعبروا عن الاسمرات، التغيير، عن التغيير، وعلى ان وانت شفت التغيير بعينك جدا جدا. لا انا عشت معاهم سنتين. يعني ايه عشت معاهم سنتين؟ عشت مع الاسمرات سنتين. كنت بتروح لهم على طول يعني مثلا مرتين ثلاثه في الاسبوع؟ ده حقيقي. انت قعدت تعمل اعداد والفكره تختمر في دماغك كل الفتره دي؟ جدا جدا. وشفت الولاد دول هم اصغر شويه عن ما جبتهم دلوقتي، يعني عن ما تابعتهم. ليه بقى؟ انا مش عايز ابقى مذيع، انا عايز ابقى اب. يعني الله عليك. يعني الله عليك. فعايز لا لو حد من النوعيه دي او الولاد اللي اتربوا في العشوائيات دي وانا رحت لهم كمذيع، فهيبقوا قاعدين عاملين كده وخايفين ومرعوبين لا انا رحت وكلت معاهم وعشت معاهم وخرجت معاهم كتير جدا اعرفهم. وممكن يعني مثلا ولد وانا بصور اقول له بتتكلم كويس يعني، فاهم قصدي؟ لا ما تقولش كده. لو انا قلت له كده وانا مذيع مش هيتقبل، وممكن يتخض ويتنشل فما يطلعش الموضوع حلو يعني. فقلت لازم المعاشره مع الولاد ومع ابائهم كمان وامهاتهم يعني. ففوجئت، عرضت الفكره الاول على الاستاذ حازم شفيق، هو صديق طبعا، فاقتنع بالفكره جدا جدا ومتابعني يعني، فضل متابعني انت بتعمل ايه يعني. انت قعدت انت وحازم شفيق عارفين بالفكره دي فتره كبيره، كبيرة فتره كبيره جدا يعني. يعني وحاول معايا هو بصراحه يعني، بذل مجهود كبير لاقناع القيادات الاعلاميه عشان علشان نطلع نوصل الرساله يعني. وكان يعني كان مؤمن بالبرنامج. نعم كان مؤمن بالبرنامج وبالفكره، وانت متابع الفكره دي وقاعدين تكبروها من اول يوم. من اول يوم انا صورت الاولاد وهم لسه ايه في بيوتهم، فصورتهم ووريتهم. يعني انت محضر هتتابع حياه مين وتقدمه ازاي؟ طبعا طبعا، ولازم كل واحد فيهم يبقى ليه حكايه جديره بانها تتقدم، مش حد وخلاص يعني، مش ولد شاطر وبيغني وخلاص. او عايز اقول لك، عايز اسالك سؤال. اتفضل. انت لما رحت الزياره الاولى دي اللي هي كانت من سنتين او اكتر من سنتين وعشت معاهم بعد كده، انت اتغيرت من جوه؟ نعم انا انت اتغيرت؟ لا انا كنت بروح اعيط اصلا، ده حقيقي يعني. بروح فلاقي الحاله والاقي الولاد، دخلت حضانه احسن حضانه في مصر في الاسمرات، حقيقي الكلام ده بجد يعني هناك خمس حضانات. خمس حضانات؟ خمس حضانات في الاسمرات. اصل احنا بنشوف الاسمرات دي والناس كلها بتشوف الاسمرات صور. ماكت. انت دخلت في قلب طبعا المجتمع ده. طبعا خمس حضانات. خمس حضانات. الولاد والاطفال اللي في موجودين في الحضانات تشوف تقول يا ده ابن وزير. بكلمك بجد، البنت دي ايه دي؟ ايه الجمال ده؟ مفيش اجمل من كده في الدنيا. فمن هنا قررت ان انا اعرض ده للناس وبشكل حقيقي يعني. ايه يمكن الرئيس هو صاحب الفكر الكبير والعظيم. انا عمري ما يعني عمري ما قلت كده بشكل تطبيلي خالص، بل هو تسقيف للرئيس مش تطبيل للرئيس. كانت حكاية حلوة جدا. كل واحد فيهم وليه حكاية. في كم مدرسة؟ في خمس مدارس في الأسمرات. الحي ده بس؟ ما هو بيضم ناس كتير جدا على فكرة. أنا بروح مثلا ايه اسمها حدائق الأهرام، الكومباوند اسمه حدائق الأهرام اللي هنا جنبنا. فبدخل الاقي بيقابلني توك توك، وبيقابلني ناس شكلها مش ولا بد، وبيقابلني هناك في الاسمرات بقى مش فيش ده خالص. شياكه ونظافه لا تتخيلها، اجمل كومباوند في مصر الاسمرات حقيقي. وعملت البرنامج. انا عايز اوردي تتر البرنامج والاغنيه بتاعت تتر البرنامج، ايه رايك؟ حلو قوي قوي. ماشي نشوف تتر البرنامج ونرجع لحضراتكم نكمل مع محمود عزم. مش مجرد طوب ولا بيوت تتبني،
اغنيه معبره جدا على الهاتف. انا جايب لك مفاجاه معي دياب بقى المطرب حبيب حبيبك حبيب. اللي غنى لك التتر. مساء الخير. مساء الفل يا استاذ شردي. مساء الفل يا استاذ محمود. اهلا وسهلا بيكم في الاستاذ. حبيب حبيب يا استاذ دياب. صوت جميل ما شاء الله ومعبر جدا. ربنا يحفظ حضرتك. حبيب. ربنا يحفظ حضرتك يا رب. انا منزوح حضرتك ومتشكر على اتاحه الفرصه ان انا ابقى معاكم على الهواء. ايه رايك في الكلمات اللي انت غنيتها ومنين لفين؟ بص عايز اقول ملحوظه. طب استنى استنى دياب محمود استاذ محمود عايز يقول حاجه. على فكره الاستاذ ايمن بهجت قمر ايوه عارف ان انا بعمل البرنامج ده فقال لي التتر غنوه التتر كادو مني ليك. ايمن جميل كادو مني ليك. ايمن جميل وفي نفس الوقت بعد ما سمعت الغنوه وهي عظيمه جدا واستاذ دياب عمل حاجه جميله يعني ربنا يحفظك يا استاذنا يا رب. ربنا يخليك. قعدت اسمعها كتير لغايه ما حسيت ان ده مش كلامنا ولا كلام مؤلف ولا كلام ده كلام الرئيس. ده كلام الرئيس يعني بجد يعني ايه عشان ابن ابني يحبني يعني يعني الرئيس عايز يعيش ما شاء الله يعني ربنا يديله طول العمر لابن ابني لاجيال جايه يعني. اتفضل يا استاذ دياب. قول لي الكلمات كانت عامله معاك ازاي وشعورك ايه وانت بتغنيها؟ بص انا يعني طبعا الكلمات طبعا عظيمه ومحتوى البرنامج ومحتوى الفكره ككل وراء حاجه اعظم بكتير 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 عشان يعني لا ننكر فضل الاخرين لازم يعني نحط كل حاجه في نطاقها الطبيعي. انا لما سمعت الكلام ده اتمنيت ان انا ابقى يعني اكون اتولدت في العصر ده ما اتولدتش قبل كده بسنين طويله. انا واحد من سكان العشوائيات ومتربي في العشوائيات. انا اصلا من امبابه وساكن في حاره. كنت اتمنى بجد ان انا ابقى موجود في عصر ان في حد يعني رقيق القلب ورقيق الحس وحاسس بالناس قد ايه وحاسس بالناس في معاناتهم قد ايه وعايز ياخدهم من الضيق للوسع وعايز ياخدهم من الكتمه اللي احنا عايشين فيها لهواء نظيف يشموه اطفال عشان يوسع الافق عندهم يخليهم بيذاكروا ببال رايق زي ما بيقولوا بالبلدي يخلي الناس صحتها احسن يخلي الناس حياتها احسن مزاجها العام احسن. كنت اتمنى ان انا اكون موجود يعني بس الحمد لله رب العالمين ان انا لحقت ده وربنا يدينا العمر والصحه ونلحق ننعم بده وابنائنا يعني. فلما سمعت الكلام حسيت بكل المشاعر دي لان انا من الناس اللي مؤيده جدا لكل المشاريع القوميه اللي بتحصل بصراحه لان انا شايفها على الارض. انا واحد بحكم ان انا غير ان انا يعني ممثل انا بغني بلف في مصر كلها بيبقى عندي افراح في اسكندريه بيبقى عندي افراح في المنصوره بيبقى عندي بورسعيد بيبقى عندي في اقاليم كتير فبلف بجد بشوف كل حاجه على الارض يعني مش بشوفها في التلفزيون ولا بتابعها على السوشيال ميديا لا ده انا بشوف كل المشاريع القوميه دي واقع ملموس في الطرق اللي بمشي عليها في الخدمات اللي بشوفها في كل حاجه في حياتي اليوميه. ده انا ما شفتوش وانا عيل صغير لما كنت طفل وساكن في عشوائيات في امبابه كنت اتمنى حد يمد لنا يد العون يقول لنا تعالوا لا اخرجوا من هنا انتوا تستحقوا عيشه احسن. فكل ده انا حسيته وكل المشاعر دي حسيتها اول ما سمعت كلام الغنوه. كان الاستاذ حازم شفيق كلمني كتر خيره يعني وقال لي يا دياب عندنا حاجه كذا وعايزينك قلت له اول ما سمعت قلت له انا معاك على طول يعني كلمته بالظبط سمعت كلمته بالظبط بعد مده الغنوه اللي هو دقيقتين ونص ثلاثه قلت له انا معاك طبعا واي حاجه من النوع ده ارجوك قول لي. الله عليك الله عليك حبيبي يا دياب حسيتها. ربنا يخليك المطرب دياب. انا بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا. ربنا يخليك اشكرك يا استاذ محمود وربنا يقويك على الخير حبيبي. ربنا يخليك يا استاذ. ربنا يخليك ويعيش يا حبيبي. احكي لي قصص. لا هو ربنا اكرمني بـ بـ بمجموعة عمل بقى كمان هي اللي مطلع البرنامج بالصورة دي. انتوا كلكم حاسين مرتبطين جدا بالفكر جدا. يعني انت أنا شفتها وعشتها سنتين دياب قراها افتكر نفسه وافتكر حياته طبعا. ايمن قال لك سيب لي الكلمات انا اللي هعرف اكتبها لك. ايمن بهجت قمر حازم شفيق متابع مع يعني انتوا خلقتوا حالة كده. المخرج ابراهيم السيد مخرج ممتاز جدا جدا بتاع تفاصيل ومشاعر يعني انسانيات جدا جدا طبعا الى جانب رئيس التحرير كان معاه رئيس تحرير شاطر جدا هو مخرج مسرح اصلا وسيناريست ممتاز استاذ محسن رزق. الناس دي كلها كانت معايا كانت بتدفعني لتقديم البرنامج بصوره كويسه الحمد لله. الحمد لله. احكي لي بقى تفاصيل بقى قصص. انت كنت لسه بتحكي لي على في البنت بنوته. هاتوا اول صوره بعد اذن حضراتكم محمود عزب وهو حاضر بنوته كده جنبه صغيره لان قصتها حلوه قوي.
انا حافظهم كلهم طبعا بالاسم، وحافظ ابائهم ومامتهم، حافظ التيتا وكده يعني. انت حافظ العيله؟ لا لا، حافظ كل حاجه يعني. احكي لي القصه اللي انت كنت بتحكيها لي عن هذه البنت. البنت دي خرجت من ابتدائي من المدرسه. كانت عايشه فين الاول؟ كانت العشوائية. كانت عايشه في الدويقه. تمام. وبعدين ابوها لقاها يعني كبرت شويه كده، فابتدى يخاف عليها انه هي دي الصورة. هي دي انه نزلها الشارع، فقعدها من المدرسه. خاف عليها؟ خلاص. فبقيت خلاص يعني، وما بتقراش ولا ابتدائي. اما راحت الاسمرات لقت هناك فصول محو الاميه. فصول محو الاميه راحت داخله، وباباها سمح لها بقى لان في امن وامان. وباباها اللي قال، على فكره انا ما بقولش حاجه وما بوجهش كلام. الناس نفسها هي اللي خرجت يعني، ما قلت لهمش قولوا كذا ولا اعملوا كذا. لا، هو الكلام خارج منهم حقيقي يعني. هو اول ما لقى الامن والامان والدنيا تمام، والنادى اهو، ومركز وقصر الثقافه اهو، والنادى اهو، ويعني فاهم. فالبنت لقت فصول محو الاميه، دخلت، ومن خلال فصول محو الاميه قدمت انها تاخد الشهاده الابتدائيه، ثم الاعداديه، ثم دخلت دلوقتي في ثانوي عام. الغريب بقى ان انا اول هي كل ده في الاسمرات. كل ده في الاسمرات. فالبنت واحنا بالنسبه لنا مشروع وخلص المشروع. لا 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 لا، انا الحياه اتغيرت. لا لا، البش الحاج ومشروع الاسمرات مش مساكن بديله، بقولها تاني، لا ده انسان بديل. المهم البنت بعد ما خدت ثانوي، دخلت ثانوي عام، فانا بقول لها يعني كلمه معتاده، الكلمه المعتاده يعني، انت عايزه تطلعي ايه بقى يعني؟ اللي هو انا عارف ان اي حد هو دكتوره ومش عارف ايه والحاجات دي. ها، فراحت قالت لي دكتوره فعلا، جسمي اشعر انها، وهي عندها بقى 18 سنه يعني. هي راحت يعني هي فرقت ثلاث سنين، ثلاث سنين من من 15 دلوقتي ما شاء الله. وتحس انها البنت شكل مصر، بتذاكر شاطره جدا جدا، وعايزه تكمل. عندي رسام، رسام رسام في دقيقتين ممكن يعني، في البرنامج رسم شخصيه الدكتور احمد زويل كده من الذاكره، كده كده من الذاكره طبعا. لا، وفرشه كبيره كده عريضه، وراح عامل كده 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 تت 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 تت، وفوجئت ان ايه، مش شكل احمد زويل، لا ده اسف يعني بطن احمد زويل يعني الشخصيه. انت بتتكلم جد؟ حقيقي، حقيقي. عنده قد ايه؟ حد موهوب، عنده 17 سنه، حد شاطر جدا جدا. عندي لعيبه كوره. لا ثانيه واحده، اتفضل. الرسام ده بيروح بقى بيت الثقافة ثانوي زخرفي، ثانوي ثانوي زخرفي، راح بقى الجو والحياة والنور والبراح والخضرة يعني، وأصول الثقافة جنبه، وأصول الثقافة جنبه، مفيش صندوق، مفيش زبالة يعني. أي حتة لو رحت أي حي في مصر هتلاقي في لحظة كده تك الناس تقوم، برغم انهم ساكنين في عمارات كبيره. يوم رميم برضه حاجه تضايق جدا هناك. لا، مفيش الكلام ده، مفيش. على فكره الزبال من هناك، انا اسف يعني، اللي بيلم الزباله من الاسمرات كمان يعني. كل اهالي الاسمرات شغالين في الاسمرات. الداده اللي في الحضانه من الاسمرات، وممكن يكون ابنها في الحضانه، بس مش في الحضانه اللي فيها ابنها، في حضانه ثانيه، في حضانه ثانيه، علشان ما تسيبش الاولاد. ويعني شوف هناك في قواعد طبعا. استاذ حسن غندور رئيس الحي بيفكر قبل ما بيعمل اي حاجه ما شاء الله يعني. فلا، جو تاني وحكايه. لا، انت بتكلمني على منظومه اجتماعيه طبعا. اصل انت لو قصرت مع ابني في الحضانه هخبط على باب بيتك اجيبك. بالظبط كده، احنا كلنا اهل. بالظبط كده. ولو في شويه زباله زي ما انت بتقول، مش عارف مين حاجه، اقول لك الله يا جماعه انتوا ما بتشيلوش هنا ليه وبتاع، ما احنا قاعدين مع بعض على القهوه بالليل. لا لا، هم ناس واحده شايله عيش وماشيه. عماره فخمه جدا، 10 ادوار، اسانسير، حاجه في منتهى الشياكه. لكن الناس نفسها وهي داخله كده، مش هم دول الناس اللي يعني، ناس غلابه برضو يعني، فاهمني؟ هم يعني هم راحوا مساكن بديله، لكن هم نفسهم الناس الكبار تقريبا زي ما هم. الجيل اللي جاي بقى، وما بعده، ابن ابني يحبني يعني. يعني الارتقاء بالحياه،
بينزلوا يتمشوا، عندهم نادي اجتماعي. العيال بتلعب كوره. احكي لي على لعيبه الكوره. بنت لعيبه كوره اسمها ملك، حاجه ملك. انا بنتي اسمها ملك. ما شاء الله، ربنا يخليها لك. بتلعب كوره كويس؟ بتلعب كوره كويس جدا، وبعدين ستها بتقعد تعمل لها ضفايرها عشان بتلعب كوره، تقعد تتسلى فيها كده، بتاخد لها ساعتين يوميا تدفر لها شعرها عشان تعرف تلعب كوره. ولعيبه ايه، حاجه. عندها كام سنه؟ 9 سنين. يعني ممكن تلعب. هم ناويين يعملوا فريق بنات علشان عشان ملك، يعني عشان في النادي، في هناك في النادي. لا، هناك النادي موضوع. انا في النادي وانا واقف في وسط الولاد بحس ان انا بجد، يعني كاني مثلا نادي ريال مدريد، شياكه والقعده والعيال داخل، مش عيال ولا عشوائيه ولا بيجروا ورا بعض ولا يوقعوا بعض. خلاص احنا افتقينا بالاخلاقيات. هتتفرج في البرنامج داخلين ازاي، والكمامه، وعارفين ان الكمامه لغايه ما ينزلوا الملعب، وكل واحد كمامته مكان. مفيش لفظ، مفيش كلمه، مفيش جمله، مفيش واحد يزق التاني، مفيش واحد يشتم التاني. يعني لا، حكايه المجتمع اتغير. الولاد بيتربوا من اول وجديد، يعني وبيحافظوا على الحاجات دي، وبيحافظوا طبعا. محدش كاتب على الحيطه، وعارفين ومدركين. اول ما رحت هناك فلقيت، قلت كل واحد يعرف نفسه، يعني مايك، كل واحد بيعرف نفسه. فانا من الدويقه، ودلوقتي ساكن في الاسمرات. انا من منشيه ناصر، ودلوقتي ساكن في الاسمرات. انا من السيده عائشه، ودلوقتي كده يعني. فانت قالت، راحت قايله انا من اسطبل عنتر، والحمد لله الحمد لله ان انا جيت الاسمرات. البنت انا لسه بتعرف عليه، يعني فاهم قصدي ايه؟ يعني الولاد ابتدوا يعرفوا ويتكلموا. بنت صغيره تلعب كاراتيه هي واخوها، فاخوها ابوها باباها خلاها هي واخوها تقريبا طلقها في الاسمرات، تروح هنا تروح هنا، تدخل قصر الثقافه، تروح المكتبه، في مكتبه مصر، في مكتبه، مكتبه مصر الجديده طبعا. مكتبة اسمها مكتبة مصر الجديدة هناك. فبقول لها انت ايه، انا كل ما اروح حتة الاقيك اسمها مي، واخويا اسمه يوسف. انت حفظت اسماء الناس؟ امال ايه يا عم، ده كلام ده بقول لك سنين. فين ما تروح تلاقي مي. فرحت قلت لها انا كل حتة اروحها، انت يا بنتي ايه حكايتك؟ قالت لي شوف انا بالنسبة لي بابا هو الداعم ليا، لان انا الداعم. فكلمة الداعم ليا كلمة كبيرة جدا، كلمة كبيرة جدا يعني. وفي أصوات أولاد بيغنوا كويس. أنا كنت أتمنى إن البرنامج الأولاد دول كنت أجيب لهم اللي يدربهم بقى، يعني اللي يدربهم وبعدين يبقوا بصورة تانية وبشكل تاني، لدرجة إن أنا مرة قابلت. طب ما هو دي بقى المرحلة الجديدة. المرحلة الجديدة أنا متأكد إن بعد ما الناس هتشوف الحلقات دي وتتابع الحلقات دي زي ما هم متابعينها، هيبدأ ينظر إلى هذا الموضوع بشكل مختلف. طبعا. وهتلاقي رعاة داخلين كتير جدا. أنا أتمنى أنت تقدم، مش للبرنامج، رعاة ليهم بصراحة. أيوة أنت تقدم. أيوة رعاة لدول. أنت تقدم الحياة الجديدة. أنت تقدم الجمهورية الجديدة. أنت تقدم المستقبل. أنت نزلت أخدتنا من جوه أسوار الاستوديوهات، خرجت بينا إلى واقع قلب الحياة نفسها. طب انت البرنامج بيتذاع قد ايه؟ البرنامج بيتذاع، احنا 13 حلقة، بيتذاع حلقتين في الاسبوع، خميس وجمعة. تمام. وبيتعد 3 و4، وفي مقترحات بقى ان انا ايه يعني كل الناس بتقول لي، يعني وفي ناس كتير جدا عظماء على فكرة بيكلموني. مثلا يقول لي الفكرة هي البطل، انك توصل لان ابقى بعمل حوار مع طفل وورايا غسيل، يعني ورايا غسيل، مش البلكونة نظيفة وال لا، وفي يعني فاهم قصدي ايه؟ الحياة 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 نفسها. وفي نفس الوقت الفن هو القوى الناعمة، ومش لازم افضل اقول ايه الامان وخلاص. احنا قلنا الامان والاستقرار والنظافة في هنا، لكن في زي الاسمرات 10 حتت في كل حتة على فكرة الاسمرات، يعني انت تفاجئ ان في غيط العنب في وده اللي احنا بنتوقعه، وده اللي احنا على فكره بننتظره ان شاء الله. انا سعيد بوجودك معايا النهارده حبيبي، سعيد جدا بوجودك معايا، وسعيد بتجربتك وبشكرك عليها. وانا كمان بشكرك. هتعزمني على الاسمرات قريب؟ يا ريت.
يا ريت. انا اتمنى مصر كلها تروح الاسمرات. تعزمني على الاسمرات قريب، هروح انا واستاذنا محمود عزب في الاسمرات قريبا. بشكر حضرتك على وجودك معايا في هذه الفقره.